أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد من مشعر منى الطاهر، ونحن في أول أيام التشريق العالم في قلب المملكة العربية السعودية من خلال وجود ضيوف الرحمن الذين جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا هذه المنافع المباركة وليؤدوا كذلك الركن الخامس من أركان الإسلام. نعود للترحيب من جديد لضيفنا الكريم في هذه التغطية المباشرة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بقنا الشهراني، وهو الأستاذ في جامعة نجران. مرحبا بك شيخنا الكريم، ولعلك تكمل ما كنت قد تحدثت عنه. كنا نتكلم الله يبارك فيك تأملات في ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر أنها أكبر من الصلاة وأكبر من قراءة القرآن، يعني قراءة القرآن ذكر، ولكن هو أكبر من جهة أن الذكر هو وقود الإيمان في القلب. ولذلك في حديث يعني جميل جدا لمن فقهه، أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإيمان قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. هنا بعض الناس يفهمون أن هذا الرجل يشتكي من كثرة الأعمال ويريد عمل واحد يعمله خلاص. هذا الفهم غير صحيح، لأنه لا يوجد عمل واحد يدخلك الجنة، هناك أعمال كثيرة، واجبات، فرائض، أشياء. إنما المقصود من الحديث أن شرائع الإيمان كثيرة، علمني عمل، إذا أنا عملت هذا العمل أعانني الله على تلك الشرائع، لأن هناك شرائع لا تختصر، الصلاة لا تختصر، بر الوالدين لا يختصر، إماطة الأذى عن الطريق لا تختصر، حتى تبسمك في وجه إخوانك المسلمين هذا لا يختصر. إذا كيف تستطيع أن تجمع هذه الأمور؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذكر الله أكبر لأنه الوقود. وأيضا المعنى الثاني أن أعظم العمل هو ذكر الله جل وعلا، الحديث الذي قلناه: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم. ذكر اللسان هو وقود ذكر البدن، صلاتك إذا صليت هذا ذكر لله جل وعلا، رمينا للجمار هو ذكر لله سبحانه وتعالى، طوافنا حول الحجر، تقبيلنا للحجر، رمينا للحجر، هذا كله ذكر لله سبحانه وتعالى، لأنها طاعة واستجابة لله سبحانه وتعالى. وإذا لاحظت كريم وإخواني المشاهدين والمشاهدات، لو لاحظوا ملحظ في ذكر الله، ولعلي أختم به هذه النقطة: الله جل وعلا لا يريدنا أن نذكره فقط. الله لم يربينا في القرآن على ذلك. من أسماء الله الرب الذي يربي عباده. الله لا يريدك أن تذكره وانتهى الموضوع أبدا. الله يريد منا أن نذكره كثيرا كثيرا، لا يريد أي ذكر، يريد الذكر الكثير له، لا يحيي القلب مثل الذكر الكثير. ولذلك في ثلاثة آيات في سورة الأحزاب بيّن الله ذلك: الآية 21، الآية 35، الآية 41. في الآية 21 الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هنا ملفت، وذكر الله لم يسكت، وذكر الله خلاص، لا، وذكر الله كثيرا. آية 35 ذكر صفات المسلمين والمؤمنين، قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قانتين قانتات، خاشعين خاشعات، متصدقين متصدقات، ذاكرين. لم يقل والذاكرات، ما تيجي، لا تأتي والذاكرات، مع أن سياق الآية كلها هكذا، لأنه لو قال والذاكرين والذاكرات دخل فيهم المنافقون، لأن المنافقون يذكرون الله. قال: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هم يذكرون،
فلو قال والذاكرين والذاكرات قد يدخل المنافقون في هؤلاء، بس هذا ميزان التقوى والإيمان. قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هنا تنبيه من الله جل وعلا. والآن في هناك أداة العطف، والذاكرات أيضا كثيرا. إيه والذاكرات الله كثيرا، خلاص والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. آخر آية الآية 41 هنا صريحة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذا الذكر هو الذي يصنع ذكر البدن. جميل شيخ الكريم، أنت تحدثت عن هذه اللفتة العظيمة في آيات كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بكثرة الذكر، وأنه هذا المراد من المؤمن والمسلم. الله عز وجل غني عنا وعن عباداتنا، لكن لو تكلمنا عن الذكر بالقلب، إذا قلت سبحان الله أتذكر مخلوقات الله عز وجل، إبداعه في هذا الكون وفي خلقه سبحانه وبحمده، أتفكر في نفسي في خلقي، أتذكر هذه البحار والجبال، أحمد الله عز وجل، أبدأ أستشعر هذه النعم. لو تكلمنا عن الذكر بالقلب شيخ الكريم، المرادف لذكر اللسان. الذكر القلب هو عمل من أعمال القلب، أو نستطيع أن نقول هو المولد لأعمال القلوب. التفكر الذي تبينه هذا نوع من أنواع عمل القلوب، وهو التفكر في آيات الله جل وعلا سواء المقروءة أو المرئية. التفكر في القرآن، النظر في القرآن وتدبر القرآن، هذا من أعمال القلوب ومن أعمال ويتولد عن العلم. في آيتين من القرآن ذكره الله جل وعلا، في آية 82 من سورة النساء قال أفلا يتدبرون القرآن، وفي آية 24 من سورة محمد قال أفلا يتدبرون القرآن بنفس اللفظ. نعم أفلا يتدبرون. والملاحظ كما قال ابن كثير أن هذه الآيات ليست للمسلمين، هذه الآيات موجهة للمشركين للكفار، فمن باب أولى كما قال ابن كثير، من باب أولى أن يكون المسلم متدبرا. حينما أتفكر في السماء، هذه الخيمة الزرقاء، هذا السقف الأزرق بلون واحد بشكل واحد منتشر، هذه من أعمال القلب وهو ذكر للقلب. التواضع هذا عمل قلبي، هذا من أعمال القلب ومن ذكر القلب. الحب في الله والبغض في الله من أعمال القلب. رجاء الله جل وعلا، خوف الله جل وعلا، خشية الله جل وعلا، هذه كلها أعمال قلوب تسمى ذكرى، من ذكر للقلب. ذكر القلب وذكر اللسان وذكر الحال تجتمع في هذه الأماكن المقدسة، وتجتمع في أيام التشريق كما قدمت لنا بارك الله في قولك أنها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن لا يغفل في هذه الأيام عن كثرة ذكر، فهي وقود للذكر فيما بعده من الأيام. ويكثر من ذكر الله بأنواعه الثلاثة، ذكر اللسان وذكر القلب، تأمله وتفكره وتواضعه وإخباته وخشيته وتعلقه بالله سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا ذلك، وذكر الجسد هذا بطاعته سبحانه وتعالى. اللهم أمين. شيخنا اليوم أول أيام التشريق، وتكلمنا عن الأنساك والأعمال التي يفعلها الحاج في هذا اليوم المبارك. أيام التشريق فيها عملان جليلان لا بد من عملهما. العمل الأول المبيت للحاج في منى أيام التشريق، وحكمه واجب، يجب على الحاج أن يبات في من أيام التشريق. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأصحاب الأعذار، كأصحاب الرعي، رعي الإبل والغنم، وأصحاب السقيا وغيرهم، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في عدم المبيت. ومن هنا استنبط أهل العلم أن المعذور الذي لا يوجد له مكان في ميناء، لا يوجد له مخيم في ميناء، لا يوجد له متسع في ميناء، يجوز له في هذه الحالة ألا يكلف نفسه وألا يبات في منى وألا يفترش الطرقات.
على نفسه. إذن العمل الأول من أعمال أيام التشريق في منى، المبيت في منى، وهو واجب. يبات المسلم والحاج ليلة الحادي عشر، يعني يوم عشرة في الليل، ليلة الحادي عشر يبات، الليلة التي بكناها البارحة، وليلة الثاني عشر التي ستكون في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا للمتعجل الذي سيمضي يوم غدا بإذن الله جل وعلا. ويجب على المتعجل أن يخرج من حدود منى، أن يخرج منها قبل غروب الشمس. يعني لو رمى مع الزوال وجلس عادي يجلس، ولكن قبل غروب الشمس يمضي. طيب لو حبسه الطريق مثلا، نزل وكان هناك زحام، كان وغربت الشمس عليه، وغربت عليه أثناء، لا حرج عليه قبل يخرج. العبرة بالذي جلس باختياره، باختياره. فإذا جلس باختياره وجب عليه أن يبقى ليلة الثالث عشر. هذا هو العمل الأول في أيام التشريق. العمل الثاني رمي الجمرات. يوم العيد رميت جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى ويقول الله أكبر. هذه باتجاه مكة المكرمة. نعم، هي آخر واحدة. آخر واحدة اتجاه مكة، هذه هي التي رميت بسبع حصيات. اليوم سيبدأ الحاج يرمي الجمرات الثلاثة، الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم جمرة العقبة الكبرى. يرمي هذه بسبع حصيات، ثم يرمي هذه بسبع حصيات، ثم يرمي هذه بسبع حصيات. لماذا سميت العقبة؟ لأنها أصلا كانت في منحدر، أول كان في منحدر شديد، كانت كالعقبة. ولحق عليها أبي وأبوك، يعني زمان لحقوا على هذه العقبة، كانت منحدر، ولكن جاءت حكومتنا وفقها الله وسوتها وسهلتها إلى أن وصلت بهذه الحالة الحمد لله. السنة في رمي الجمرات أنه يرمي جمرة العقبة الصغرى، يبدأ بها، رماها من أي مكان، من أمامها، من خلفها، عن يمينها، عن يسارها، كل هذا مجزئ ولا يشق على نفسه. ولكن إن استطاع أن يستقبل الجمرة العقبة الصغرى ويجعل منى عن يمينه، ثم ويجعل مكة عن يساره، ثم يرميها بسبع حصيات، ثم ينحرف جهة اليمين، فتكون جمرة العقبة الصغرى على يساره الآن، ينحرف جهة اليمين وتكون جمرة العقبة الصغرى على يساره، ثم يقف مستقبل القبلة ويدعو. هذا المكان موطن إجابة دعاء، قمن أن يجاب له. نعم، موطن إجابة دعاء. فإن لم يكن هناك زحام للناس، وإن لم يكن هناك أذية للناس، فليطل ما استطاع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان ودعا بقدر قراءة سورة البقرة تقريبا ساعة ونصف وهو يدعو عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يذهب إلى الوسطى ويكون تكون منى عن يساره ومكة عن يمينه، عكس المكان الذي وقف فيه، ويرميها بسبع حصيات، ثم ينحرف على اليسار فتكون الجمرة الوسطى على يمينه، ويستقبل القبلة ويدعو مرة أخرى. ولا يستعجل في الدعاء، يحاول أن يطيل ما استطاع، إلا إذا كان هناك زحام وفيه أذية، فإن أذية المسلم محرمة. لكن الحمد لله الآن ما شاء الله تبارك الله. نعم، ولكن بعض الأحيان يكون الناس، خاصة في اليوم الثاني عشر، يكون الناس كثير، ويقف الناس في الطريق ويزحمون الناس بالدعاء. لا، انحرف بعيدا عن الطريق، أو إذا قال المنظمون والإخوة جنود الطوارئ والعسكر امشي امشي، إيه لا يعني تقف، لا تقف. ثم بعد ذلك يذهب إلى الكبرى ويقف من الكبرى كموقفه من الصغرى، يجعل منى على يمينه ومكة على يساره، ويرميها بسبع جمرات، وكذا انتهى رمي الجمرات لليوم الأول، ويفعل ذلك في اليوم الثاني بإذن الله والثالث. نعم، شيخ الكريم، ترد لك كثير من الاستفسارات والاستفتاءات كذلك من ضيوف الرحمن، لو تكلم عن الأخطاء التي يقع بها بعض الحجاج بيت الله. من الأخطاء التي يقع بها الحجاج في الرمي
أن يرمي السبعة مع بعضها دفعة واحدة. دفعة واحدة مستعجل وما هو فاضي يرمي واحدة واحدة، فيرمي السبع مع بعضها. هذه من الأخطاء التي يفعلها الحجاج. من الأخطاء التي يفعلها الحجاج أنه التوكيل في الرمي، لا يوكل في الرمي إلا العاجز أو من كان عنده عذر، فأما غير المعذور يجب عليه أن يرمي بنفسه. وأما إذا كان عاجزاً أو يخشى عليهم من مرض كنساء، يخشى عليهم من زحام شديد، فهذا أيضاً يجوز لهم أن يوكلوا في رمي الجمار. أيضاً من الأشياء الملاحظة، إذا جاء يرمي عن الوكيل، إذا جاء يرمي عن الوكيل، فإنه الأولى له أن يرمي لنفسه الجمرات الثلاث ثم يرجع ويرمي عن الوكيل الجمرات الثلاث، فلا يرمي عن نفسه الصغرى ويرمي عن الوكيل ثم الوسطى ثم عن الوكيل. ولو فعل ذلك يصح، مجزئ. نعم مجزئ، ولكنه خلاف الأولى، لأن بعض العلماء يبطل هذا الرمي، ولكن الصحيح أنه مجزئ، ولكنه خلاف الأولى. الملاحظة الأخيرة في رمي الجمرات، يجوز لك أن تؤخر رمي جمرات الحادي عشر مع الثاني عشر، ويجوز لك أن تؤخر الحادي عشر والثاني عشر مع الثالث عشر، ولكن لا يجوز لك أن تقدم رمي الثاني عشر رمي غد إلى اليوم. إيه. هذا لا يجوز. التأخير يجوز، يجوز التأخير ولا يجوز التقديم. طيب يا شيخ، الرمي طريقة إذا مثلا أخرت اليوم الثاني عشر، يرمي عن الحادي عشر ثم يرجع يرمي عن الثاني عشر، ما يرميها؟ لا، هذا لا يصح كما قلت، هو الوكيل. لا لا يصح. إنما يرمي لأنها عبادة واحدة لا يستطيع أن يجزئها، فيرمي عن الحادي عشر ثم يرجع ويرمي عن الثاني عشر. طيب الشيخنا الكريم، يعني غدا بعض الحجاج سيقوم بطواف الإفاضة، يسمونه طواف الحج. نعم. وأيضا هناك حج، يعني طواف الوداع، كيف يمكن، هل يمكن أن تدمج النيتين؟ الأصل نيتان. نعم. الأصل أن الحاج طاف طواف الإفاضة بالأمس، ولكن في إنسان ما طاف، إذا أراد أن يطوف اليوم يجوز له أن يطوف اليوم غدا. إذا جاء غد وهو نافر، وهو ذاهب، انتهى، متعجل، يعني كما قال الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقوله لمن اتقى ليس المراد به أن المتأخر هو الذي اتقى، لمن اتقى وصف للاثنين، يعني من تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لما إذا اتقى هذا وإذا اتقى هذا. أما إذا لم يتقي فإنه سيكون عليه إثم، وإذا لم يتقي هذا سيكون عليه إثم. المهم، فإذا أراد أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر شيء، هو واجب عليه أن يجعل آخر عهده بالبيت. فإذا أخر طواف الإفاضة لا يوجد شيء اسمه وداع، خلاص راح الوداع، خلاص طواف إفاضة هو آخر. طواف الإفاضة هو الوداع، خلاص انتهى، ويكون آخر عهده بالبيت. نعم، وينويه طواف إفاضة فيطوف ثم يمضي ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويسعى. إذا كان متمتعا فإنه يسعى. بعضهم يقول: طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت وأنا سعيت. السعي طواف، السعي طواف، فأنت إذا طفت بالكعبة ثم سعيت سعيك هذا طواف، والله جل وعلا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، فهو طواف فيطوف. أيضا المفرد والقارن اللذان لم يسعيا حينما قدم إلى مكة، لم يطوف القدوم ولم يسعيا، أو طاف ولم يسعيا، يجب عليهما أيضا أن يسعوا. الآن يجب عليهم السعي مع الطواف الأخير هذا. فإذا طاف وسعى يمضي ولا يذهب إلى الأسواق، ولا إلا لما في ضرورة كأكل أو شرب أو انتظار رفقة أو انتظار باصات أو ما شابه ذلك ينتظر لها، أما غير ذلك فيجب عليه أن يمضي ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. وشيخنا، فيما يتعلق مع نهاية الحج، وإذا انتهى من حجه، يعني ما هي الأشياء التي يجب عليه أن يفعلها؟
سأنبه على هذه، ولكن في شيء أردت أن أنبه عليه في وقت الرمي. جميل. اليوم وقت الرمي الأصل فيه في أيام التشريق أن يرمى بعد الزوال، يعني مع أذان الظهر. نعم. إذا أذى الزوال فيرمي الإنسان بعد الزوال، ولا يرمي قبل الزوال أبدا إلا إذا كان هناك إنسان معذور في اليوم الثاني عشر وهو متعجل، لأن الذي يرمي اليوم الحادي عشر هو جالس صح، فمعه من بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، الساعة 9 في الليل، الساعة 10 في الليل، الساعة 1 في الليل، الساعة 2 في الليل، يستطيع أن يرمي رمي اليوم الحادي عشر. نعم، فلا يرمي قبل الظهر ولا يرمي قبل الزوال. والمتعجل يجوز؟ خلاص، المتعجل إذا كان مضطرا لذلك، كأن عنده رحلة مثلا حاجزها ويخشى أنه تفوته، لأنه إذا رمى بعد الظهر هنا سيصل إلى الحرم إن وصل على الساعة الثالثة الساعة الرابعة، فإن بدأ سينتهي على الساعة السادسة الساعة السابعة، فإن وجد سيارة تذهب به إلى المطار يلا يصل الساعة 10 الساعة 11، فكانت طيارته مثلا الساعة 9 الساعة 10. مثل هؤلاء الذين يقال لهم ويؤخذ بفتوى عطاء رحمه الله عالم المناسك، ويؤخذ بفتوى طاووس، وفتوى الشيخ عبد الرحمن السعدي، وفتوى الشيخ المحمود، وفتوى الشيخ عبد الله بن جبرين، فتوى مشايخنا، فتوى المعاصرين الشيخ عبد الكريم الخضير يحفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء، وغيره من العلماء، الشيخ عبد الله المطلق أيضا يحفظه الله. يؤخذ في اليوم الثاني عشر بجواز الرمي قبل الزوال لهذه الحاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، ويمضون بإذن الله سبحانه. أما من غير حاجة فلا يرمون إلا بعد الزوال بإذن الله. نرجع لسؤال سعادتك في مسألة ماذا بعد الحاج. بعد الحاج أنت الآن في صفحة بإذن الله بيضاء. حينما سأل عبد الله بن المبارك سفيان الثوري وهو في عرفة، فقال وسفيان قد تبللت لحيته بالدموع، فقيل له قال له من أتعس الناس في هذا اليوم؟ قال أتعس الناس من وقف في هذا الموقف وظن أنه لن يغفر له. هذا حسن ظن بالله عز وجل. سيغفر لك بإذن، ما أتى بك إلا ليغفر لك الله، ما يسر لك هذا إلا ليغفر لك، فهو أكرم الكرماء. فأنت قادم بعد الحج بصفحة لا يوجد فيها إلا الحسنات، لا يوجد سيئات. لا أقول لك أنك لن تقع في السيئات، لن تقع في المعاصي، لا بد أن نخطئ، ولكن رفقا بنفسك اتق الله ما استطعت، اجعل بينك وبين الله وقاية بكثرة ذكره، بصحبة الصالحين، بالمحافظة على الصلاة. الصلاة الصلاة، فإنها هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، وما يتعلق أيضا شيخنا الكريم بالعودة، أثناء العودة يعني من موسم الحج بعد قضاء هذه الشعائر المباركة، زيادة الرصيد الإيماني كذلك، الله أكبر، الحرص على الصلوات والفرائض. هذا هو يعني علامة الحسنة أن تأتي بحسنة بعدها، اتباعها الآن أتيت بعد الحج، اللهم اهدنا واصلح قلوبنا يا رب. المشكلة أننا ننسى ونغفل، وإلى الله نشكو قلوبنا. ولذلك أنصح الحاج أن يدعو الله بثلاث دعوات. الأولى اللهم اهدني واصلح، لأن الله جل وعلا قد قال في الحديث الصحيح يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلنا ضال، وكلنا ننسى، وكلنا نغفل، وكلنا نقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. أنصحه أن يدعو الله بالهداية، أن يهديه الله سبحانه وتعالى، وأن يصلحه الله سبحانه وتعالى. الدعوة الثانية يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أن يسأل الله الثبات على الطاعة،
الثالثة أن يسأله جل وعلا العفو والعافية، أن يقول اللهم أني أسألك العفو والعافية. فإذا أعطي العفو فقد ربح الآخرة، وإذا أعطي العافية في الدنيا ربح الدنيا وسلم من الدنيا وما من الدنيا وما فيها من الكدر ومن المصائب والأحزان بإذن الله جل وعلا. فإذا رجع بعد ذلك فليجتهد في طاعة الله، من لم يكن يقوم الليل فليقوم الليل، من لم يكن محافظا على الصلاة فليصلي، من كان مقصرا في صلاة الجماعة فليصليها، من كان لا يصوم إلا رمضان فليكثر من صيام النفل، وأفضل من ذلك نرجع كما ابتدأنا أن يحافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى ويكثر من ذكر الله جل وعلا. الله أكبر. شيخنا أيضا من خلال دروس الحج الأخرى، يعني كيف يمكن أن نستثمرها في قضية الآن، يعني أنت تحدثت عن قضية الرمي وأن يكون بعد الزوال، كذلك المكوث في عرفة في اليوم التاسع، يعني تربية أنفسنا على احترام الوقت والتزام به. أحسنت. من ربى نفسه على اتباع السنة ربى نفسه على احترام الوقت. لا يوجد لا يوجد كديدنا ديننا دين ولا نظام ولا تشريع يعلمنا الدقة في الوقت. صلاتنا بوقت، لا يجوز أن لو كبرت قبل صلاة الفجر بدقيقة الله أكبر ثم قرأت الفاتحة ودخل الوقت صلاتك باطلة، لأنها بدأت خارج الوقت. لا يجوز أن تصلي خارج الوقت. الإفطار لو لم يغرب قرص الشمس إلا فأفطرت أنت الآن يجب عليك قضاء هذا اليوم. انظر إلى الدقة، نحن وقوفنا اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم في الجمرات وقف كان يتحين الزوال ثم ابتدأ بالجمر برمي الحصى قبل أن يصلي الظهر، يعني حدد له وقتا يبتدئ به عليه الصلاة والسلام. فاحترام الوقت وتضييع، ولذلك الناجح الإنسان الناجح في دعوته إلى الله، والناجح في إدارته لأعماله، الناجح في تجارته، الناجح في سياسته، الناجح في الرؤساء والأمراء والملوك، الناجح الدقيق في وقته الذي ينظم وقته ينجح بإذن الله جل وعلا، لأن الوقت فعلا كالسيف. فبعد الحج استثمر هذا الوقت، وكن تاجرا رابحا بأن تستثمر الوقت وأن تحافظ على وقتك وأن تحسن توزيع وقتك بين ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ونسأل الله جل وعلا يوفقنا لذلك. اللهم آمين. شيخنا أيضا الحج فيه دروس عظيمة جدا، من بينها كذلك احترام المشاعر المقدسة في صيانتها، في نظافتها، في الاستماع كذلك لتعليمات الجهات الخدمية. أنا لاحظت ملاحظة في الحج هذه السنة. يعني بفضل الله أننا نشارك في الحج منذ سنوات طويلة مع الجهات المختصة، وهذا شرف، شرف عظيم، شرف عظيم. الله. نسأل الله جل وعلا أن يرجعه لنا. يعني الآن أنا أحج لوحدي دون أن أكون مع الجهة الرسمية، ونسأل الله أن يمن علي وأرجع، لأنه شرف، أنا أعتبره شرف عظيم. المساهمة. المساهمة مع الجهات الرسمية في أي شيء، في أي وزارة تعمل فيها، في أي قطاع، كونك تشترك، والله لو تقف حارس على باب، والله أنا أحلف بالله أن هذا شرف. أو تنظيم مثلاً. إن شاء الله حارس على باب، إن شاء الله منظم، إن شاء الله قائد، إن شاء الله مسؤول، أياً كان هذا شرف. هنيئاً لكل من عمل في الحج. أقول منذ سنوات وأنا أحج لاحظت ملاحظة بفضل الله جل وعلا، يوجد كأن هناك توعية للحجاج، لا أعلم، هناك نظافة في الطرقات ليست ككل عام. ماشي. يعني يوجد نظافة ملحوظة، يعني كل عام البلدية جزاهم الله خير، وزارة شؤون البلدية والعاملين في النظافة كانوا يبذلون جهد قوي جدا. أنا ألاحظ في مشعر عرفات، في مزدلفة، يوجد أشياء تسقط من الإنسان، يوجد ملاحظات، ولكن هناك
نوع من النظافة في الطرقات، في منى، في المشاعر. انظر انظر إلى هذه النظافة المنقطعة النذير، يوجد شيء جميل جدا، كأن هناك توعية لا أعلم، ولكن ما شاء الله تبارك الله. يعني هذا يدل على أن الناس عندهم وعي بقدسية هذه الأماكن، وأن من يعني من قدسها ومن عظمها فإن ذلك من تقوى القلوب. وهذا حقيقة يدعو للفخر بأن هناك توعية، وأن هناك عمل دؤوب من الجهات كلها، والكل يتكاتف لإنجاح الموسم عامة، وللاهتمام بهذه المشاعر التي أسأل الله سبحانه وتعالى. وقد استمعت إلى الحلقة التي قبلي مع الدكتور مازن في التقنية والاهتمام بها، أسأل الله جل وعلا أن يأتي يوم نرى هذا الإبداع في التكنولوجيا واستخدام كل وسائل المتاحة لكي يكون الحج نموذجا عالميا، في سواء في الخدمات المقدمة أو الخدمات التكنولوجية التي تقدم للحجاج. نسأل الله ذلك يا رب العالمين. وشيخنا، ما يتعلق ذلك، يعني كثير من الأطفال وهم يتابعون المشاعر المقدسة وحركات الحجيج تأتيهم استفسارات عديدة، يعني كيف يمكن استثمار مثل هذه التساؤلات لزيادة الرصيد الإيماني وتعلقهم كذلك بالله عز وجل؟ هذا يرجع إلى الوالدين بالذات، أن يغرس في قلوب الأولاد ما معنى هذا الحج. نحن حينما نخطب خطب الجمعة نتكلم في وسائل الإعلام ونتكلم في المحاضرات والدروس ونعلم أولادنا في الجامعات مقاصد الحج ولماذا شرع الحج وما المراد بالحج. البارحة من المواقف المضحكة، اتصل علي إنسان من خارج المملكة من أمريكا غير مسلم، يستفتي؟ لا، عنده موضوع مقلق. يقول أنا مقتنع بالإسلام بس أنا زعلان منكم في الحج. كيف؟ فقلت له ليش؟ قال أنتم في مكان مقدس صح؟ قلت له نعم. قال وأنتم ذهبتوا تعبدون الله الرب الواحد الذي تقولون عليه. قلت نعم. قال المفترض أنكم في هذا المكان لا تقعون في معاصي. قلت نعم. قال كيف تشربون بيرة في الحج؟ قلت نعم. ايش دخل البيرة؟ كيف تشربون بيرة في الحج؟ قال أنا أسمع الحجاج يقولون تي كبير، عرفت؟ هم يقولون تكبير، هو فهمها تيك أبير. هيا فهموا أنت تكبير عبارة عن كلمة المراد بها تعظيم الله سبحانه وتعالى. جلسنا نفهمه، أنا وأختي لي تتقن اللغة الإنجليزية، جلسنا نفهمه أكثر من نصف ساعة أو أكثر في معنى تعظيم الحج. فالشاهد يا إخوة، لا تظنوا أن هذا الذي ينقل الآن لا ينظر في العالم كله، ينظر في العالم ويلاحظ يعني أدق الألفاظ التي تقال للحجاج. الشاهد من هذا أنه يجب على الآباء وعلى الأمهات وعلى المعلمين وعلى الموجهين وعلى الإعلاميين أن يغرسوا في قلوب أبنائنا مقاصد الحج، وهذا الذي كنت أغرسه في هذا السائل، معنى تعظيم الله جل وعلا، معنى التكبير، ما هو أن تغرس في أولادنا لماذا الحج، مقاصده، وحدة الكلمة، التوحيد، عدم الشرك، الاتباع، الاستسلام لله، وإن لم نعلم بعض الأحيان بعض الشرائع. وهذه الآن أصبحت موضة ظاهرة عند كثير في المجتمعات الإسلامية، أني لا اقنعني لماذا أعمل، إذا لم أقتنع لا. هناك عبادات تعبدية تعبدية لا نعلم حكمتها، ولكن المسلم مستسلم لله. لماذا الفجر 2 ركعتان؟ لماذا الظهر 4؟ لماذا المغرب 3؟
هذه حكم لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فلينبغي للآباء والأمهات والمعلمين والدعاء والموجهين وأصحاب الكلمة والإعلاميين أن يعني اسمح لي في الكلمة هذه وإن كانت أن يعزفوا على هذا الوتر، أن يركزوا على هذا على هذه الزاوية مقاصد الحج. هذا الذي ينبغي علينا أن يعني ننبه عليه كثيرا حقيقة. وشيخنا كثير من تأثير الحج كذلك على أخلاق المسلم والمؤمن. نعم، الحج يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تربية أخلاقية. ولاحظ أن الشرع يربيك تربية أخلاقية عظيمة. الصلاة أخلاق، سكينة، وقار، هدوء، خشوع، تركيز، تعلق قلب الله. الصيام، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، إني صائم، تربية. والحج قال لا رفث، ممنوع الكلام وأنت محرم، خاصة أمام النساء، ممنوع الكلام في الجماع ومقدمات الجماع وما شابه ذلك في حضرة النساء بالذات. وأما إذا كانوا رجالا سويا فيكره لهم ذلك ولا يحرم ولكن يكره. قال ولا فسوق، أي نوع من أنواع الفسق. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. إذن الحاج ممنوع، ممنوع، لا يحرم عليه في الحج وفي غير الحج أن يسب، ولكن في الحج أعظم، أن يسب، أن يشتم، أن يلعن. ولا جدال في الحج، بعضهم يفهمها فهم يعني غير صحيح أو غير دقيق. المراد بلا جدال في الحج توحيد الكلمة. كيف الله ينهى عن الجدال في وقت دخول الحج؟ فلا تأتي وتقول لا الهلال كأننا تقدمنا يوم، كأننا تأخرنا يوم. الله يقول لا جدال في الحج، بالذات الحج إذا شهد بدخول الهلال لا يجوز، لا يجوز الجدال في الحج، في أشهر الحج لا يجوز الجدال أن هذا اليوم يوم عرفة أو هذا اليوم يوم العيد أو هذا اليوم يوم الحادي عشر من أيام التشريق، لا يجوز الجدال في الحج. ليش؟ توحيد كلمة، توحيد كلمة. ولذلك بفضل الله سبحانه وتعالى أن عيد الفطر قد يختلف الدول فيه، وهذا للأسف يعني. نسأل الله أن يأتي يوم ويكون عيد الفطر للكل، وهذا يصح بالعلم والتكنولوجيا والعلم والعلم الشرعي، العلم الشرعي يحث على ذلك. ولكن لاحظ عيد الفطر عند المسلمين أجمع في يوم واحد، عيد الأضحى عند المسلمين، وهذا توحيد الكلمة. إذن انظر إلى التربية الأخلاقية في الحج، إذا كان كذلك فينبغي أن نكون كذلك بعد الحج. نسأل الله أن يؤدبنا وأن يهذب أخلاقنا. أيضا الشيخ الكريم من مقاصد الحج أداء هذه الفريضة العظيمة هي أن يحرص الإنسان على قضية الخير وألا يعود إلى ما كان عليه، يعني هذا أمر يغفل عن كثير من الناس. نعم، ولكن هنا تنبيه لابد أن ننبه عليه. نعم. أنه لا يوجد معصوم. إياك أيها الحاج أن تظن أنك إذا حججت لن ترجع إلى معصية الله. ابن آدم لابد أن يخطئ، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قد كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فالعين إذا نظرت تزني، واليد والفرج يصدق ذلك ويكذبه والعياذ بالله. ولكن الحج يؤدبك ويربيك على أن تأطر نفسك وتهذبها وتعاندها وتربيها وتلجمها. يربيك الحج على أن تصبر قليلا. الذي جعلك تصبر 5 أيام فلم تعصي الله، قرأت قرآن، ترى العمر كله 5 أيام، العمر كل العمر هذا 5 أيام،
يعني العمر قصير، الجم نفسك باقي العمر، جاهد نفسك. في سورة العنكبوت الآية 69 قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بعد الحج أنت مطالب بالجهاد الأكبر، جهاد النفس هذه، أن تجاهدها على غض البصر، على كثرة الذكر، على الصيام، على الطاعة، على الخير، على الصدقة. لا يمضي عليك يوم إلا وتصدقت فيه الصدقة. لا تسمع حي على الصلاة إلا وأنت تسابق إلى الصلاة. إن كنت رجلا أو ذكرا فإلى المسجد، وإن كنت أنثى فإلى مصلاك في البيت مباشرة. وهكذا هكذا الحج يربينا. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا، ولا نحن ننسى ونغفل ونقاع، ولكن نسأل الله العافية وأن يغفر لنا يا رب. الشيخ الكريم، أيضا الرسالة التي توجه للعاملين في قطاعات الحج المختلفة، هي رسالة أنا أقول هدئا لكم لكل العاملين. يا أخي أنا دائما أقولها: رجل أخذ شوك من على طريق الناس شكر الله له فأدخله الجنة. طيب، والذين يسهرون الليل ونهار، سواء نعطي مثال حتى لا نذهب بعيد، أنتم في الإعلام تسهرون وتطبقون الليل مع النهار لتنقلوا للناس هذه الشعائر، تحسبون أن هذا يذهب عند الله؟ أخي المصور الذي واقف وراء الكاميرا هذا الآن، واقف على رجليه، الثاني جالس معي، نتكلم على الواقف. لأنه كان واقفا قبل، أنا أداعبهم بس. أقول هذول الواقفين طول النهار وطول الليل يصومون لله سبحانه. صحيح أنه سيأخذ راتب وسيأخذ مكافأة بإذن الله، نسأل الله أن يبارك له، ولكن لو احتسبها عند الله، هذا الآن أنت تنقل شعيرة من شعائر الإسلام للعالمين. الوزير الذي يتابع، الذي يتابع، ووكيل الوزارة الذي يتابع، والموظف العادي، والإنسان، والذي يعمل القهوة والشاهي لهؤلاء، كل هؤلاء في الأجر بإذن الله سواء، إن احتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فاحرصوا على إتقان عملكم. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. احرصوا على إتقان أعمالكم لله سبحانه وتعالى. لو حرص الإعلاميون على الإتقان، والعسكريون على الإتقان، والأطباء على الإتقان، والدعاة على الإتقان، والمفتون على الإتقان، بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله جل وعلا، سيكون العمل أروع مما هو فيه. والحمد لله إلى اليوم لم تسجل بفضل الله ومنه وكرمه، ونسأل الله أن يزيدنا من فضله، وأن يزيد هذه الدولة من فضلها في خدمة هذا البيت، لم تسجل حادثة واحدة قط. الحمد لله. شيخنا الآن يعني ربما فيها الجوالات، وكذلك مواقع لكبار المشايخ، أيضا هناك مواقع للإفتاء، استثمار هذه التقنية في زيادة فقه الحج بدل الحج. حقيقة إن وزارة الشؤون الإسلامية وزارة الحج ولم يألوا جهدا جزاهم الله خير، و من مناشط وزارة الشؤون الإسلامية عمل لجنة علمية على مدار الساعة 24 ساعة للإجابة على أسئلة المستفتين، وأنا شرفت أني في يوم من الأيام كنت موظفا في وزارة الشؤون الإسلامية، وداعية في وزارة الشؤون الإسلامية، وناطقا رسميا في اللجنة، في اللجنة الإعلامية في وزارة الشؤون الإسلامية. وهذا شرف أذكره دائما بفضل الله جل وعلا، وأنا أعلم ماذا يقدمون. أقول إجابة السائلين على مدار الساعة 24 ساعة،
بأناس علماء علماء وأكاديميين ومتخصصين في إجابة الأسئلة والفتوى. يوجد أيضا الموجهين للحجاج والشارحين للمناسك في جميع المشاعر بأكشاك موضوعة، يعني بين كل واحدة وواحدة تقريبا 200 متر أو أقل من ذلك. أيضا يوجد رقم مجاني يشرح المناسك، يوجد في التواصل الاجتماعي في تويتر وإنستغرام وغيرها، يوجد كتب طبعت على جميع اللهجات وجميع اللغات تقريبا أكثر من 19 لغة. يوجد جهود جبارة في تعليم الشاشات الموجودة في المشاعر وشرح المناسك. أيضا من الأشياء التي جدت من 4 سنوات أو 5 سنوات، كل مخيم فيه داعية من وزارة الشؤون الإسلامية متخصص مفرغ لهذه المخيمات لتوجيههم والإجابة أسئلتهم. جزاهم الله خير. إذن كل الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء لضيفنا الكريم في هذه التغطية المباشرة، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بقنا الشهراني، وهو الأستاذ في جامعة نجران. شكر الله لكم صاحب الفضيلة. شكر الله لكم وجزاكم الله خير. والعالم في قلب المملكة العربية السعودية، مشاهدين الكرام، نختم هذه التغطية المباشرة ونبقى وإياكم مع هذه اللقطات التي تنبض بالطهر والنقاء من مشعريمنا الطاهر وضيوف الرحمن قد استقروا ولله الحمد والمنة، تتغشاهم رحمات الله عز وجل وتلك الخدمات المباركة المقدمة لهم والتي تيسر عليهم أداء هذا النسك بكل يسر وسهولة. وينتقل الميكروفون للزميل همام الرحيمي بعد قليل إن شاء الله، وضيف جديد في متابعة لهذه الخدمات المقدمة لضيف الرحمن، فكونوا معنا. الله أكبر الله أكبر الله